السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يا حبيبي اكيد كلنا سمعنا المواضيع دي في الفترة اللي فاتت، ان الحقوا ان في امتحان الكتروني للصف الثالث الاعدادي، الحق ده في نماذج تجريبية عشان الناس كلها هتمتحن الكتروني. طبعا احب اقول لكم ان الكلام ده عاري تماما من الصحة. الموضوع كله ان محافظ بني سويف مع القيادات التعليمية هنا قرروا ان هما يعملوا امتحان اونلاين، يعني امتحانات تجريبية بس الامتحانات دي اونلاين على الطلبة من الصف الرابع الابتدائي لغاية الصف الثالث الاعدادي، ودول عددهم 55,000 طالب. قالك منها ان احنا ندرب الاولاد على ازاي ان هم يمتحنوا امتحانات الكترونية، وكمان ننشط الاولاد بحيث ان هم ما يقعدوش الفترة دي كلها من غير دراسة مواد ويراجعوا بالمرة الامتحانات. وقالوا كمان الامتحانات دي اختيارية، يعني مش اجبارية على الطلاب، يعني عايز تمتحنها ماشي، مش عايز تمتحنها برضو ماشي. وده جهد طبعا يشكروا عليه، الناس بتفكر ازاي انها تدربك في الاجازة وازاي انها تخليك تشتغل اونلاين. وطبعا قالوا ان لو الفكرة دي نجحت فان شاء الله ممكن يطبقوها من السنة الجاية. فاذا كل ما تردد عن ان طلبة الصف الثالث الاعدادي هيمتحنوا امتحان الكتروني، او ان نزل امتحانات تجريبية عشان هيمتحنوا امتحانات الكتروني، الكلام ده عاري تمام من الصحة. حتى الطلبة في بني سويف هيمتحنوا امتحاناتهم الورقية عادي خالص بعد نهاية الاجازة في شهر فبراير، فما تقلقش ابدا ان شاء الله مفيش امتحانات الكترونية. ولكن ده مش معناه ان احنا نكسل، لازم نذاكر، لان خلاص الموضوع اصبح اكيد ان في امتحانات ترم ان شاء الله بعد نهاية الاجازة. عشان كده حبايبي الطلبة لازم نذاكر كويس ونراجع كويس ان شاء الله عشان نجهز لامتحانات نص السنة اللي بعد الاجازة ان شاء الله. وهو هتنسى صلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم.